اخوان اليوم يلا راح نبدي بحث. احنا اجينا عن مهام الفحص، قلنا مهام الفحص تكون يعني قبل عملية الفحص. بس عذرا على المقاطعه، بس قبل لا تكمل، البارحه ما قدروا الجماعه يصورون المحاضره، يعني دقيقتين استاذ ويقطع محمد الفيديو. منزله، استاذ محمد منزله، لا لا لا، دقيقتين ويقطع الفيديو، يعني السلام عليكم. الابلكيشن على الواتساب يقطع مزين. الدقيقتين. اي تمام، السلام عليكم، هوني. عليكم السلام. يعني صار لي من الصبح ليه هسه دا احاول ارسلها على التليجرام، ما الانترنت يوصل نص ويفصل، الانترنت بطيء، فبلكي بالليل يعني احاول، راح اعوفه مفتوح وبلكي يوصل. لا زين، يعني الافضل استاذ انت ترسلها يعني وتمسح الفيديو لما يكمل، لان صراحه يعني هسه احنا المحاضرات اثنين يعني ما قدرنا نشوفهم ونسيناهم. انت ما عندك لابتوب تسجل محاضره مايك؟ لا والله ما عندي. وهاي شويه صعوبه انه اسجل، جزء يضيع هسه عندي مجموعه ضايع الفيديو، راح اعيد لهم الفيديو من جديد، يعني مو معتمدين علي، فانا ما اقدر اخليك معتمد علي يعني جزء. لا لا لا، ما افتهمتني، ما افتهمتني استاذ، يعني هسه احنا مو سوينا محاضره ايه؟ نسجلها وندزها على التليجرام ومسح الفيديو اوكي، من وراها حاستك. تحمل لها فتره، فهاي الفتره مرات انا انساها الحاسبه فيضيع ما ندل وين الفيديو صار بالحاسب. يحمل هاي المشكله. شنو اللي يحمل؟ يعني مو يحمل، يظل وراها، احنا من نسوي ريكورد يحمل، نعم. يظل تقريبا ورا المحاضره ربع ساعه يحمل. زين. فاني ربع ساعه راح ابدي دوره ثانيه، الدوره زين. الثانيه ما اتذكر انه انت تريد فيديو وراها، ورا ما اكمل الدوره، فلازم اروح ادور على الفيديو وراها، وهذا كله يعني وقت، اضافه الى ذلك انت معتمد علي، جزاني ما القى الفيديو هذا. اي مو استاذ، شلون بالحاله يعني احنا الانترنت ضعيف مفروض عندنا. المفروض انت عندك لابتوب وتسجل من يمك، احنا ما عندنا مشكله بالتسجيل، سمحنا بالتسجيل بس سجل من يمك، احنا مو احنا نسجل الدوره بالنسبه لك. يعني قبل ترى كان ما مسموح انه واحد يسجل الدوره، بس هسه حاليا سامعين ما بيها مشكله. استاذ نعم استاذ. عندي اقتراح استاذ، مثلا لو المحاضره هي معادل كل طالب ياخذها هي نفس المحاضره، اقول له سجلت الواحد وكل ما تجيك دفعه الطلاب مثلا احنا هسه الدزه هي نفسها، فتظل مخزونه عندك مره واحده، ما يحتاج تخزينها كل مره. والله عندي محاضرات على التليجرام، بس انا كل محاضره شوي اضيف عليها، ماشي ادز لكم محاضرات عندي بالتليجرام مال دورات سابقه. اي دورات سابقه مثلا اذا مو قديمه وما بيها. اي عندي دوره سابقه اقدر ادز لكم اياها. ماشي اخوان، ماشي عز اخوان. هسه احنا يعني هنا يعني اليوم يعني راح ناخذ ان شاء الله الفصل الثاني بالتي دبليو اي. حكينا البارحه عن مهام الفحص قبل عمليه اللحام، اهم جزء يعني اهم نقاط نريد نوضحها هنا انه الفحص لا عده دوكيومنت، عده يعني عده امور لازم تكون متوفره عنده. شنو الامور اللي تكون متوفرة عند الفحص؟ لازم عنده ستاندر، أو إذا ما عنده ستاندر فعنده ماخذين صفحات من الستاندر، وهاي اللي غالباً يسووها بالشركات، يأخذون صفحات الاكسبتنس كرايتيريا معيار القبول وينطون الفحص، يقول له هاي الاكسبتنس كرايتيريا مال هذا المنشأ اللي تفحصه. فإذا أول شيء اكسبتنس كرايتيريا. مو نفس الدبليو بي اس؟ لا مو نفس الدبليو بي اس، الدبليو بي اس هو عباره عن بروسيجر عمل لعمليات اللحام. يعني انا اريد اسوي لحام الدبليو بي اس، اذا اريد نشرح فكره مختصره عنه، فانا الدبليو بي اس اني خاص بمكان اللحام، يعني يعني هذا انا اريد اسوي مثلا اريد الحم هذا الجوين، فاني جيت لحمت هذا الجوين وسجلت كل المواصفات لهذا الجوين، بس هذا مو اكسبتنس كرايتيريا. اكسبتنس كرايتيريا هسه بالدبليو بي اس يقول لي اذا بروستي ايش قد ارفضها، ايش قد تكون البروستي وارفضها، ما يقول لي، يقول لي ايش قد تكون الاندر كات وارفضها، ما يقول لي ايش قد تكون الاندر كات وارفضها. فانا الدبليو بي اس من الدوكيومنت، فهسه الدوكيومنت اللي تصير عند الفاحص اول شيء هي شنو؟ اول شيء لازم شو يكون عنده؟ اكسبتنس كرايتيريا، معيار قبول ورفض، شلون يرفض العيب او يقبله؟ على اساس الاكسبتنس كرايتيريا، تمام؟ هاي واحد. اثنين، شنو اللي يحتاج للفحص؟ يحتاج للدراونج، يحتاج للدراونج المخطط.
هنا يقدر الفحص يشتغل بدون acceptance criteria يا اخوان لو لا؟ لا غير ممكن. ما يقدر. شلون يقدر؟ شلون يعرف العيوب؟ هنا أنا كذلك عندنا الدراون كذلك ما يقدر يشتغل. اذا قطعة ما تعرفها شلون الشكل مالتها شلون راح تشتغل بيها؟ شلون تفحصها اذا ما تعرف شكل القطعة كلي؟ تلين لاحقا راح تجينا عيوب تدعى بالنانو ريليفنت انديكيشن، عيوب ليس لها علاقة ناتجة عن انه اكو بالرسم مال جزء اكو فد جزء معين بالرسم مال جزء مو راسمي الجزء هذا بالدراونج اكو فد جزء هو موجود بس هنا الفاحص ما قرا الدراونج وجع اعتبره انه هو عيب، هو موجود بالتصميم وجع اعتبره انه هو عيب، فهنا اذا اعتبره انه هو عيب فصارت عيوب نان ريليفنت، عيوب هاي غير حقيقية، هاي خطأ عند الفاحص صار لها ما قرأ الدراونج. فالنقطة الثانية لازم يكون عنده دراونج. النقطة الثالثة لازم شكون عنده بروسيجر للعمل. بروسيجر للعمل شنو بروسيجر للعمل؟ يعني مثلا هسه ليكويد بنترد، أول شيء شو أسوي ليكويد بنترد؟ أنظف القطع. وراها نظفت القطع شنو البروسيجر؟ شنو تجي وراها؟ أحط الليكويد بنترد. شنو وراها؟ ورا ما حطيت الليكويد بنترد أزيل الليكويد بنترد. بعد ما زلت الليكويد بنترنج شو اسوي؟ اطبق الديفلوبر. فهنا اكو بروسيجر للعمل، خطوات العمل واحده اثنين ثلاثه او البلان الخطه لعمليه الفحص الانسبكشن بلان. فهنا هاي ثلاث هسه لحد الان ثلاث دوكيومنتات حكينا احنا لازم تكون عند الفحص، كذلك لازم شو يكون عند الفحص؟ الدبليو بي اس ويلدنج بروسيجر سبيسيفيكيشن بها كل مواصفات الجوين، هذا كل تفاصيل الجوين موجوده عندي بالدبليو بي اس. طبعا دزيت لكم الصور بالجروب، فهذه الصور تقدرون تروحون تشوفوها، يعني هاي الصور دزيت لكم اياها بالجروب تقدرون تشوفوها يعني تستنسخوها العفو حتى نشرح عليها، حتى نشرح من شنو يتكون ريبورت. كذلك يحتاج الفحص ريبورت اخر شيء يكتب التقرير مالته، ولاحقا نشرح شلون تكتب التقرير. فهسه واضحه هاي الاربع بارامترات، الاربع الاشياء الدوكيومنت المتوفره لازم عند الفحص ولا؟ واضحه تمام. فهسه احنا بعد ما توفرت هاي الاربع دوكيومنت راح نروح الى انه احنا اختصاصنا شنو؟ اختصاصنا باللحام. فانا عندي اللحام عده انواع، عندي اللحام برايزنج وسولدنج وكذلك فيوجن وولد. شنو يعني فيوجن وولد؟ شنو يعني فيوجن وولد؟ فيوجن وولد هو صهر، هو يجب لا يجب به صهر الفيوجن وولد. هسه احنا وين خلينا نرجع هنا، هاي terms and definition. أين أنا؟ عدي اللحام. your internet ليش؟ هو تسمعوني؟ واضح. تمام. أين أنا؟ عدي هنا أنا هذا الجوين ماتي مال اللحام مثلاً. هذا إحنا نحكي عن fusion world، أنواع اللحام أو النوع من أنواع اللحام هو fusion world. fusion world اللحام الانصهاري. واللحام الانصهاري هنا يجب به صهر جزئي لحم لكن لا يجب فيه استخدام الفيلر ميتال، مو ضروري استخدام الفيلر ميتال، مو اللي استخدم هنا الفيلر ميتال مو بالضرورة هنا استخدام الفيلر ميتال، لكن هنا وجوب باللحام الفيوجن وولد وجوب صهر جزئي لحم. لذلك هاي هنا درجة الحرارة توصل إلى 6000 سيليزي، لأن هنا يجب صهر جزئي اللحام الثيناتن، لكن ما يشترط وجود معدن الحشو الفيلر ميتال المعدن اللي نملي به. فأنا أقدر أسوي أجيب قطعتين، أجيب قطعة هاي قطعة ثانية هيك أحطها فوقها بس يكون ثن، وأجي أستخدم حرارة أذوب الجزئين البيناتن وأصهرهن على أساس أنه هو يكون لحام بهذا الشكل. كذلك هنا أقدر أجيب جزئي اللحام وصهرهن
وتصير على هذا الشكل أصهر الجزئين اللحام. طبعا هنا عملية اللحام هي كتاريخ شلون بدت عملية اللحام، بدت بالبداية يعني إذا يريدون يلحمون فالجزء، فكانوا شو يسوون مثلا أريد ألحم عمود على بليته، يجون يسوون قالب رملي على شكل عمود، وهذا العمود يملوه القالب الرملي بالمعدن ويسوون ويصير البليته هاي تصير فوقها هذا الجزء اللي هو اللي هو يكون يعني فوق العمود مالته. هذه كانوا يحسبون بها حسابات بسيطه، كانوا يحسبون فقط تقلص المعدن الانكماش مالته ايش قد يكون، وهاي هي كانت سابقا بهاي الشكل يعني طريقه اللحام تصير. وراها راحت طريقه اللحام الى انه يجيبون المعدنيه فقط منطقه التلاقي، يحطون رمل حتى يمنع انه يروح المعدن المنصهر، ويديرون معدن منصهر بمنطقه التلاقي للمعدنين حتى ينصهر ويصير معدن واحد. ولا راحوا الى انه يخلون المعدن واحد فوق الاخ، ويستخدمون مع الحراره العاليه طرق يطرقون المكان وسووها معدن واحد. ولا راحوا الى انه يعني يستخدمون اللحام يعني من عام 1750 الى عام 1850 بدات الثوره الصناعيه، وراحوا الى انه يجيبون ماكينه لحام. هاي ماكينه اللحام بها ترانسفورمر، بها كيبلين يعني اللي تكون بسيطه، وجو يعني اشتغل بها. هذه ماكينات اللحام بها عده انواع. فعندي هنا الفيوجن وولت. الفيوجن وولت انه هذا الواير مال اللحام، مو بالضروره استخدم واير لحام بس الجزئين صارن ويصير معدن واحد، هذا الفيوجن وولد. نوع آخر يدعى بالبرايزنج وولد. البرايزنج وولد عكس الفيوجن وولد، لا يشترط به صهر جزئي اللحام، لكن يجب به صهر الجسم، صهر المعدن، صهر هذا المعدن. وين أنا ما نرفع درجة الحرارة عالية مثل هذا الصهر لناسا، هنا درجة الحرارة نرفعها فقط ب 450 سيليزي. هنا عداد تشوفوها البرايزنج، نرفع درجة الحرارة ب 450 سيليزي. إذا شايفين لحام الصالصات، لحام الصالصات ما يحتاج يسوي يعني ما يحتاج يزيد درجة الحرارة إلى أن تصهر المنطقة، فقط يصهر واير اللحام ويجي يسوي بعملية حشو، يحشو بالمكان المعدن. فهي تدعى بالبرايزنج وولد، وهنا تمتاز بخاصية الكابيلاري اكشن. وعندي نوع آخر هي السولدرينج وولد. السولدرينج وولد هي تختلف عن البرايزنج وولد بأنه ما بيها خاصية الكابيلاري اكشن، لكن تمتاز برخصها، الكوست مالتها أقل، فغالبا يروحوا لها بعمليات اللحام البسيطة. هنا كذلك عندي جوين اللحام. هساني من أريد أسوي بايب من أنا للبصرة، فأني شو أسوي؟ أنا كل 9 أمتار مينيمم أو 12 متر ماكسيمم لازم أسوي جوين. هذا الجوين هاي هنا بالنقطة هاي أي، خلينا نقول هاي النقطة أي، هنا عندي جوين. هذا الجوين عدة أشكال إله. هنا عندي الجوين مالتي، عندي الباد جوين نهاية مع نهاية، التي جوينت يكون بهذا الشكل، هذا تي جوينت. طبعا هنا نحط ارقام انه ايش قد الزاويه مالته، لكن مو بالضروره نلتزم، يعني مو بالضروره نشوف الارقام من الشكل مالته، لانه احد المدربين يقول يعني شلون الارقام بالداخل هنا بالنسبه للزوايا، ما لك علاقه انه بالداخل الزاويه، هو من شكله واضح انه هذا باتويل، هذا تي جوينت، هذا كورنر، وهذا هنا الايج، وهذا النوع الاخر، وهذا هنا اللاب. فهذا اللاب متراكم القطعة، وين نشوفه غالبا؟ نشوفه بالبوتوم بالخزانات، نشوف هذا اللاب جوين. هنا كذلك اللحام يقسم يعني الى قسمين، الفلت وولد. الفلت وولد هذا الفلت وولد، وهذا عندي البات وولد، هذا النوع الاخر البات وولد. اذا هذا فات فلت وولد تي جوين، هذا بات وولد بات جوين، بات وولد بات جوينت. ما يصير يقول تي وولد، هذا اسمه فيلت وولد. فهنا يكون باشك. هنا عندي لحام، هسه تصنيف اللحام من حيث الـ يعني عندي عده انواع للحام مالتي. هنا هو اجى يعني
هاي نقطة هنا، هذا يدعى بالأوتوجينيوس، وعندي كذلك بالأسفل هيتروجينيوس والأنواع البقية. شنو يعني أوتوجينيوس؟ كل شيء أوتو يعني اللحام يصير من ذاته، اللحام يصير من ذاته، يعني أنا كذلك بس أستخدم قطعتين لحام بدون ما أستخدم فيلر ميتر، وجه هنا أنا فقط أزيد الحرارة. شلون أزيد الحرارة؟ أزيد الحرارة أما ب أنا إيش كاتب لك، أما بالتك أو بالبلازما أزيد الحرارة، أو بالإلكترون بيم أو بالليزر أزيد الحرارة، أو هنا بالأوكسيفيول كذلك أوكسيفيول غاز ويلدينج نقدر كذلك أزيد الحرارة. فهنا بهاي الطرق نقدر إحنا نزيد، لا افتحي، بهاي الطرق نقدر نزيد الحرارة مالها. فهنا هذا النوع هو بس نزيد الحرارة تنصهر الجزئين، هذا النوع يدعى باللحام الأوتو. هذا اللحام هو الأوتوجينيوس، الأوتوجينيوس. عندي نوع آخر من اللحام. يعني أستاذ استاذ انت تقول بس نرفع درجه الحراره، يعني ما نستخدم قطب لحام مثل واير بين قوسين، ما نستخدم واير، ما نستخدم فيلر ميتر. هنا ليش قايل لك تنجستن التيج؟ التيج بس يرفع درجه الحراره، ما يحتاج تعرف جنابك. التيج هو مثل الكاويه، واحد يرفع درجه الحراره واحد بس يسوي بيه فيلنج. واضح عندك لحام التيج استاذ؟ واضح استاذ، يعني بالاخير انا هم راح استخدم سلك لحام اللي هو اللوية التيج الواير. لا انا استخدم بس الالكترود، ما استخدم الرود. الرود يسوي حشو، الالكترود مالته بس يزيد درجه الحراره، بس تزيد درجه الحراره في المكان حتى المعدنين يصيرون سويين. انا ما استخدم فيلر ميتر. كذلك من الانواع اللي اوتوجينيوس هو منه هو الفريكشن وولد. الفريكشن وولد شو يسوون؟ يجيبون قطعتين مال معدن، يحطون واحدة بصف اللغ ويفرون واحدة عكس اللغ، يفرون واحدة عكس اللغ. نعم أقول بالاحتكاك، يعني بالاحتكاك. نعم بالاحتكاك. زين أستاذ هذا ما راح أشوفه في المعدن. ياوة الفريكشن. لا ليش يشوه المعدن؟ هو المعدن راح يطلع بزيادات لفوق، فيقصوها الزيادات ويصير هنا ترابط تام للمعدن. واحنا عندنا تعريف اللحام هو شنو؟ هو بس ازيل الطبقه الخارجيه، اول شيء اتومك كلينلنس. فانا ايش راح يسوي هذا الاحتكاكي؟ راح يسوي فراجمنتيشن، تكسير لطبقه الاوكسايد، وراه يندمجن المعدنين سويه، يندمجن المعدنين سويه يصير معدن واحد. استاذ هذه التطبيقات العمليه مثل شنو بالنسبه للفريكشن وولد؟ يعني تستخدم للقطع مثل مال الخزانات والبايبات لو قطع معينه؟ والله استاذ انا شايفه للبار، للبار يستخدموها يعني البار، يعني اقصد المو سوليد، المو فارغ من جوا، يعني القطع شايفه كثيرة. اي يعني القطع اللي تكون سوليد، مو قطع تكون يعني تكون بايبات او هاي، ما يستخدموها غالبا البايبات، يستخدموها لهاي القطع. واضح. اي نعم. ف يعني شو اسمه هذا النوع اللي اريد اوصلك اياه، انه هذا ما تستخدم بمعدن لحام. اذا سامعين بلحام النقطه، سامعين بلحام النقطه اخوان؟ اي صح سامعين. لحام النقطه هو نفسه اوتوجينيوس، ما تستخدم به فيلر ميتر، بس ده تصعد المقاومه وده تصير حراره عاليه ويندمج المعدنين سويه. فانت كذلك ما تسوي به، ما تسوي به فيلر ميتر، ما تسوي به معدن حشو. هذا اللحام النقطة ما يصير بس للمعادن، يعني الخفيفة تكون مثلا. اي الخفيفة الثن، 1 ملم 2 ملم. اي نعم اي بس الثن نسوي لها لحام النقطة. فهنا هو لحام النقطة اوتوجينيوس، يعني اي بعد اي لحام ما تستخدم به فيلر ميتر هو هذا اوتوجينيوس. الانواع البقية عندي الهيتروجينيوس. شنو يعني هيتروجينيوس؟ اللي هو هذا العفو هوموجينيوس، قبل ما نروح للهيتروجينيوس. الهوموجينيوس انه يكون المعدنين اللي دربطهم هن من نفس الخواص الفيزيائيه، من نفس خواص الميكانيك والكيميائيه. لان تعرفون اخوان الخواص الميكانيكيه تتاثر بالخواص الكيميائيه، فاذا نزل صعدت نسبه الكربون هنا راح يصير عندي زيد عندي الهاردنس.
فأنا إذا كان المعدني من نفس الخواص الكيميائية والميكانيكية فأنا يدعى هذا اللحام بالهوموجينيوس. هوموجينيوس تكون من نفس الخواص، هيتروجينيوس تكون مختلفة بالخواص بهذا الشكل. هنا كذلك اللحام ممكن يكون سلوت وولد، والسلوت وولد يكون بهذا الشكل، إنه اللحم بالأطراف ما أثقب القطعة اللي بالأسفل، أما البلوغ وولد فأثقب القطعة اللي بالأسفل وأملي المكان كلي تلحام، أسوي له باترينج تثبيت للمكان باللحام مالتي. هنا كذلك اللحام بنوعين، بفول بنتريشن وولد، هنا بنتريشن عالي للولد، وهنا بارشال بنتريشن نصف، يعني نصف المكان صار ببنتريشن. هنا كذلك شو عندي؟ عندي عندي الجوين، الجوين كونفيجريشن. الو الو، من استاذ محمد؟ اي صوت راح اختفى الصر. اخر شيء كان تسمعني استاذ محمد؟ لا لا بس ارجع لي بلا زحمك، وشغلات عبرتني ما سمعتها. اوكي، يعني هسه احنا بدينا هنا، انا بدينا بال يعني صار قد تقريبا. لا لا اخر شيء هذا البارشال بنتريشن. البارشال عندي بارشال بنتريشن، هذا هو البارشال بنتريشن، وهذا الفول بنتريشن. فول بنتريشن كل القطعة نسوي لها بنتريشن. تمام، هذا بارشال بنتريشن. اللي وراها ما سمعته. اللي وراها رحنا الى اللحام هذا. كونفيجريشن للجوين. اوكي تمام. هنا أنا. هذا هنا بالوسط بهذا اللون. شو اسمه هذا؟ هذا الويلد ميتر. او الفيلر ميتر. الويلد ميتر او فيلر ميتر. هذا شو اسمه اللي هنا، هذا اسمه البارنت ميتال، البارنت ميتال او الاسم الاخر الى البيس ميتال. هاي الاسماء جدا مهمه. انا هذا الارتفاع الفوق شو اسمه، هذا الارتفاع اللي يصير لي فوق هذا هنا، هذا اسمه كذلك اضافه الى الاكسس اكسس وورلد ميتال، يدعى الكاب، وكذلك يدعى بالرينفورسمنت. reinforcement فهنا عندي هذا هو reinforcement، هذا الارتفاع reinforcement أو excess world meter. فهنا هذا يكون بهالشكل. هنا عندي البنتريشن بالأسفل هو نفس الروت، ارتفاع الروت ونفس البنتريشن، ارتفاع الروت. بنتريشن نقصد به هو التغلغل. هاي الكلمة هواي تجينا بالفعز، لأنه بنتريشن عندنا liquid penetration، وعندي هنا البنتريشن بالنسبة لتغلغل المعدن. فهنا البنتريشن هي التغلغل، فهنا التغلغل للمعدن بنتريشن، كذلك الاسم الآخر لها هي الروت. فهنا هذه هي الروت، هذه هي البنتريشن. هنا كذلك عندي نقاط جدا مهمة، هي التو، هاي عندي منطقة تو، وهاي عندي كذلك منطقة تو، وهنا بالأسفل منطقة تو، وهنا منطقة تو. فهنا أربع مناطق للتور. إذن التور شنو نقدر نسميها؟ شنو نعطيها تعريف؟ هي منطقة التقاء المعدن الأصلي بمعدن السطح. هي منطقة التقاء المعدن الأصلي بمعدن اللحام على السطح. فهي منطقة التور. هاي منا إلى هنا هي منطقة التور. منطقة التقاء معدن اللحام بالمعدن الأصلي على السطح. فهنا عندي اثنين، عندي أربع مناطق للتور. من الأسفل ومن الأعلى. هنا هاي المنطقة خطرة لأن يصير بها أندركات. هنا كذلك شنو عندي بعد؟ عندي منطقة الهاز هيت إفكتيف زون، والهيت إفكتيف زون هنا يعني حسب الستاندرات يقول هي أما تي على ثلاثة من التو، هي أما تي على ثلاثة أور وين أور 12.5. أيهما أكبر؟ 12.5 ملم. أيهما أكبر نأخذه هي الهيت إفكتيف زون. فهاي هي الهيت إفكتيف زون. هاي حسب الاستندرات. جدا مهمة منطقة متأثرة بالحرارة. هنا هاي المنطقة ليش نقول عليها متأثرة؟ لأن باللورات مال المعدن راح تختلف، راح تصير باللورات القريبة لمكان اللحام
بلورات صغيره، وراها تروح الى بلورات ترانزيشن، وراها الى بلورات كبيره. فهنا الاختلاف بحجم البلورات تسويها منطقه سسبيتابل مايكرو ستراكشر. هنا اغلب العيوب تصير بهاي المنطقه اذا ما دخلنا حراره بصوره صحيحه للقطعه. وين الحرارة مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة هي الهيت انبوت، وقلنا الهيت انبوت شو يساوي ان التيارة في الفولتية على ولدر سبيد. فأني كل ما أقلل سرعة اللحام كل ما شنو زادت الحرارة الداخلة لمنطقة اللحام. هنا أنا عندي هذه منطقة الهاز، قلنا هذا التو، هذا الولد فيس، هذا البرنت بيتل، فهي كلها تفاصيل لعملية اللحام. هنا أنا عندي كذلك هاي منطقة التو، وهاي بالأسفل منطقة التو كذلك. هنا أنا كم منطقة للتو عندي بهذا اللحام الفلتول؟ شو تتوقعون إخوان كم منطقة عندي للتو هنا؟ يعني المفروض ثلاثة دا أشوف. لا هو مو شنو تعريف التو؟ هو منطقة التقاء معدن اللحام بالمعدن الأصلي على السطح. فهنا أنا وين منطقة التقاء معدن اللحام بالمعدن الأصلي؟ هاي هي منطقة التقاء المعدن اللحام معدن الأصل. منطقتين يعني؟ منطقتين هنا صير للتوب الفلت وول. وهذا التو جدا خطر إخوان، وهذا اللي سمته هذا التو جدا خطر، لأن هاي منطقة يصير بها احتمال أندركات. هنا أنا كذلك عندي الهاز هي تفكتيف زون هنا أنا، وهنا هذا هو البرنت ميتال، وهذا عندي الإكسس وولد ميتال أو الكب أو الرايفورسمنت، وهذا الروت من الأسفل. وهنا الولد ميتال هذا هنا يصير، وهنا الفيوجن لاين خط الصهر اللي يصير عندي بهذا المعدن. هنا أنا كذلك اكو نقاط بعدنا ما شرحناها راح نجيها هسه. هنا عندي الولد بريبريشن، يعني هنا عندي اول شيء الانجل اوف ذا فولت من 25 الى 30 في بريبريشن. من يعني احنا تعرفون انه اكو عندي انواع للجوين، عندي في وعندي يو وعندي شنو بعد البات، وعندي السنجل بيفل العفو، وعندي جي بريبريشن. فهسه 25 الى 30 في بريبريشن. اكو حد ما عنده معرفه بالفي بريبريشن؟ انا ما اعرف عنه. تمام بس لحظه استاذ، يعني هذا مقدار الزاويه مو الارقام زاويه الشنفره؟ وامبا هاي هنا عندي شنو؟ عندي ال V، هذا هو ال V، هذا يدعى بال V، وهذا هنا يدعى بالدبل V، هذا هنا يدعى بال U، وهذا هنا يدعى بالدبل U. بهذا الشكل نفس الأحرف، يعني ما بيفت صعوبة نفس الأحرف. هنا كذلك هنا عندي المفروض J، أشوف ما أعرف ليش ما لقينا J، يعني هذا هو الجي، هذا الجي بريبريشن، هاي الدبل يكون بهذا الشكل، دبل جي يكون بهذا الشكل اللحام مالتي. فهذا هو الانواع مالتي. كذلك عندي البيفل، البيفل يكون موفي موفي، لا يعني لا تتوهم انه البيفل بي، البيفل جهه واحده مشفريه، الجهه الثانيه ما مشفره. هذا يدعى بالبيفل بريبريشن. وين انا البيفل هذا الدبل مالته، هذا الدبل مال بيفل يكون بهذا الشكل. فهنا انا هاي الانواع اللي عندي، عندي اول شيء قلنا الفي، طبعا هذا شنو اول نوع؟ اول نوع سكوير، سكوير او بعض الاحيان نسميه بات 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 جوين. هنا انا هذا البات جوين او السكوير، هذا يكون بهذا الشكل عدل، هذا السكوير طبعا نسميه سكوير بات، والبات كل شيء متقابل هو بات، فهنا سكوير بات بريبريشن. اما هذا في سنجل في بريبريشن، هذا هنا دبل في، وهنا عندي اليو، وهنا الدبليو، وهنا كذلك عندي هاي باكينج ستريب لاحقا نرجع لها، وهنا عندي البيفل، هذا هو البيفل، هاي كلها انواع للبيفل. هنا سنجل بيفل بريبريشن، دبل بيفل بريبريشن. اخوان با اخوان هنا انا اكو نقاط ما شرحناها اللي فوق. با هنا انا الانجل اوف بيفل هي وين الزاويه؟ من هنا لهنا.
بتساويني اثنين بتساوي لي نصف الانكلودد انجل، واضح؟ البيفل انجل تساوي لي نصف الانكلودد انجل، فهذا هذا الانجل اوف بيفل هي المسافه من هنا لهنا، وهذا انكلودد انجل. البعد من هنا لهنا هو شنو؟ هو الروت جاب. البعد من هنا الى هنا شنو؟ الروت فيس. هذا هو الروت فيس، وهذا هنا من هنا الى هنا الروت جاب، واضح؟ اخوان هاي اذا تتوقعوها سهله، هاي مو سهله، انه يعني هذا الروت جاب مهم وكذلك الروت فيس مهم. ما اعرف ليش اغلب المتدربين ما يركزون على الروت فيس. الروت فيس هسه اذا عليته منها، اذا هسه ما اشتغلت صحيح وعليت الروت فيس، هسه مو هذا الروت فيس هو منا لهنا على المسافه منا الى هنا، اذا انا جيت عليته وسويته بهالشكل شنو راح يصير عندي؟ الواير مالتي مال اللحام من راح تحطه راح ينضرب بالاطراف، راح ينضرب بهالطرف وينضرب بالطرف الثاني، فما تقدر تسوي بنتريشن كامل. فلذلك اذا رفعت الروت فيس نتوقع حدوث lack of ventilation، ونتوقع حدوث منه lack of root fusion ثيناتهم بسبب رفع الروت فيس عن وضعها الطبيعي. فالروت فيس جدا مهمه، كذلك الروت جاب جدا مهمه، لان اني اذا الروت جاب ماتي هسه صغرتها، اذا البعد بين المعدنين صغرته وين انا راح يجي الواير يدخل حشر، يدخل حشر هنا الواير ماتي. من يدخل الواير مالتي حشر ما اقدر من يدخل الواير حشر هنا اخوان انا ما اقدر اسوي بيه، ما اقدر اسوي بيه مانيبوليشن، ما اقدر اسوي بيه تحريك حتى اسوي هنا بنتريشن كامل، فيصير عندي مشاكل. فهنا الجب وكذلك الانجل، هسه الانجل زين، اذا الانجل هسه زيادتها، الانجل زيادتها ما سويتها نفس ما كاتب بالبيفل انجل زين، سويتها هيك راح يصير عندي عيب يدعى بالاكسسيف كاب، زيادة بمنطقة الكب راح يشيل معدن زايد فوقها. فهنا أنا ذني لازم التزم حذافرة. زين شلون التزم حذافرة؟ أروح للدبليو بي إس، يعني راسم لي سكيتش بالدبليو بي إس. هنا أنا بقى هذا السكيتش قدامي بفل أنجل ياب إشقد 35، أقيسها بالكامبريدج جيج إشقد تكون الجاب إشقد ماتي، ده يقول هنا أنا يعني هنا إشقد الجاب ماتي من 1.5 إلى 3. صعب تقيس الجاب؟ الجاب مو صعب، فيرني أبسط شيء تقدر تقيس الجاب، مو فيرني، الفيرني جزء ما تدخل بعض الأحيان يعني تكون صغيرة الجاب، ممكن نستخدم الجاب المقياس الجاب اللي موجود عندي بال يعني بالأدوات مالتي نقدر نقيس كذلك إيش قد يكون الجاب مالتي. ال شو اسمه كذلك قطر الواير اللحام، إذا دخلت واير اللحام إلى قطر معين فتقدر تعرف إيش قد تقريبا الجاب مالتك من وايرك مال اللحام. كذلك هنا أنا 0.7 إلى 2.3 هذا ارتفاع الروت فيس، فما يصير هنا أنا أزيد به. وإذا تلاحظ هنا دائما يعطيك رينج، دائما يعطيك رينج. تفضل استاذ. الجاب يكون المقدار ماله على يعني قدر الواير من غير بودرة، ايش نقدر ناخذه مثل ما استخدم فيرنيه جمالي عمو القبو كاتبك اياه انا بالدبليو بي اس، روح للدبليو بي اس واشتغل به. تمام اي يعني على الدبليو بي اس مالتك يقول لك 1.5 الى 3، اشتغل 1.5 الى 3 فيكون بهالشكل. انا عندي الروت فيس وهنا انا الكاب الارتفاع مالته 1.3، فهنا انا كل هاي التفاصيل التزم به. هنا انا كذلك عندي قلنا الروت جاب هاي، كذلك عندي هنا نقاط باليو بريبريشن عندي منطقه تدعى باللاند، اللاند وهاي كذلك من المناطق المهمه، كذلك الروت رادياس هنا والبيفل انجل والانكلودد انجل، فهاي هي المناطق مالتي. هنا عندي طبعا باكينج ستريب، شنو وظيفه الباكينج ستريب؟ باكينج ستريب بعض الاحيان اذا شايفيها بالاكثر شيء نشوفها بالخزانات بالاسفل بالبوتوم مال الخزان نشوف الباتول. هنا انا بالباتول
العفو الباكينج ستريب هنا أنا الوظيفة ليش إحنا نشوفها بالباكينج ستريب؟ لأن هنا أنا الباكينج ستريب يعني يخليني إنه من جهة واحدة أعرف صار عندي بنتريشن كامل أو لا. لأن هنا أنا هسه من راح أسوي لحام، راح أجي أسوي لحام، سويت أول باص، أول باص شنو يكون اسمه أخوان؟ أول باص أسوي أول باص هو الروت، تمام؟ وراء باص الثاني شنو هو؟ الهوت. وراء الباص الآخر شو اسمه؟ فيلينج. وراء الباص الرابع شو اسمه؟ اسمه الكاب. فاين جي سويته هنا أنا من سويت الروت راح أتأكد، لين عندي باك، طبعاً باك ستريب ممكن تكون مؤقتة ممكن تكون دائمية. فهنا أنا الباكينج ستريب أجيت خليتها تعرف أنه صار عندي بنتريشن كامل، ما يحتاج أنه أجي أرفع القطعة بالكرين، يعني أجي أرفع القطعة وأشوف جواها. فهنا أنا عرفت أنه عندي بنتريشن كامل بالقطعة مالتي، تيصير بنتريشن كامل من خلال هاي العملية. فهنا أنا هاي البنتريشن صار عندي بالقطعة، يعني لين باكينج ستريب موجودة عرفتها. طبعاً أكو أنواع منها سيراميك وأكو أنواع منها تكون معدن. طبعاً هنا أنا هذا الباكينج ستريب راح يعني إذا صار كروجن راح هاي توقع كليته بالكروجن يلا يوصل إلى معدن اللحام. وإحنا معدن اللحام ليش دائماً أسرع من بقية الأجزاء بالكروجن بالتأكل؟ ليش معدن اللحام أسرع من البقية؟ لأن معدن اللحام الحرارة مالته تكون عالية، فلذلك هنا أنا أسرع من أجزاء البقية بالتأثر بالشسمة بالكروجن. إذا شايفين أستاذ الباكينج ستريب هي راح تلحم ويا يعني ويا الروت، تلحم هنا بهالشكل. إذا مؤقتة يلحموها لحام بسيط جدا حتى يقدر يشيلها. بعض الأحيان من يشيلها تبقى جزء من اللحام، فيدعى هذا العيب ب بالتاغولد انه زين. هاي احنا نقدر نستخدمها يعني بكل اللحام البليت، يعني بكل يعني حسب الدبليو بي اس. البليت الدبليو بي اس تستخدمها حسب الدبليو بي اس. هنا النقطة المهمة، ليش اللحام يكون دائما سمكه اكبر من بقية اجزاء المعدن؟ لان المعدن هنا كل ما يكون درجة الحرارة عالية، هنا درجة الحرارة ما صعدناها مثل ما صنعنا البليت، صناعة البليت صعدوا درجة الحرارة بصورة يعني محسوبة وبكل تفاصيله، وهناك يقدر الوذر أتحكم به بكل تفاصيله الوذر. أما هنا أنا من جيت سويتها عملت لحام، يعني درجة الحرارة ما تكون مثل هاي المناطق. فهنا أنا ليش يحطوا كاب أعلى من البقية؟ لأن هنا أنا كروجن معدل التآكل أسرع من بقية أجزاء المعدن بمنطقة اللحام، فلذلك دائما يخلوا لك كاب زايد بعمليه اللحام والروت، كذلك يخلون بي زياده. فانا المفضل الخزان مثلا ما صممه اعتباطا، يعني ما صممه واحتاج انه من يلحم يسوي فزياده بي يسوون زياده لان الكروجن اعلى باللحام من بقيه المناطق. كذلك هنا اخوان قبل ما تنتهي الدقيقه هاي وراح نفس يفصل عندي وراح نرجع ان شاء الله. هنا أنا واير اللحام، بس ملاحظة ما طول رحنا على التكن هذا اللي نسوي به، دائما الوايرات تبقى عندك مثلا خلصت لحام وصل أخير شيء واير صغير، هذا الواير صغير نسوي به تكن، نسوي به تدكين، هذا بعد ما يصير تستخدمه باللحام، ما يصير استخدام الواير هذا باللحام إذا نص الواير بقى